هذا المنظر الكبير. والآن لحظات التتويج، يتفضل سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن في ميدان الشحانية لتتويج الأخوة الفائزين، والسيد حمد بن مبارك الشهواني لتتويج الأخوة الفائزين بأمسية رموز سن الإجذاع الذهبية. مشاهدي الكرام، مستمعينا الأفاضل، الشوط الأول والرئيسي للإجذاع الإبكار المفتوح والشلفة الذهبية كانت مع ترف لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا والمبروك. وهو الشبل يتفضل بالإنابة عن والده الذهبي سالم بن فاران المري والمدير التنفيذي لهجن الشحانية صالح بن ناصر العيدة، متوجين بالشلفة الذهبية للشوط الجذاع إبكار المفتوح. الخنجر الذهبي للجذاع القعدان المفتوح كان الغزال حاضرا بشعار هجن الرئاسة ومع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري أقوى المضمرين وأعتاه مقدما هذا الإبداعي والإمتاع مع الغزال. تهاني والناموس لهجن الرئاسة وللمجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الشلفة الذهبية للجذاع إبكار العمانيات كانت الضبي حاضرة بشعار هجن الشحانية ومع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري وعلي بن محمد بن فاران المري، توج نيابة عن الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. والشوط الرابع والخنجر الذهبي للجذاع القعدان العمانيات الأصايل كان البصير حاضرا بشعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ومحمد بن سالم بن فاران المري، توج بالخنجر الذهبي مع المدير التنفيذي لهجن الشحانية صالح بن ناصر العيدة. هكذا مشاهدي الكرام تتويج الأخوة الفائزين وصورة تذكارية لطاقم هجن الشحانية بحضور كبير بشلفتين وخنجر، وهما شلفة الجذاع الإبكار المفتوح وشلفة الجذاع العمانيات الأصايل والخنجر الذهبي للعمانية الجذاع القعدان العمانيات الأصايل بحضور الشبل جابر بن سالم بن فاران المري وأيضا المدير التنفيذي لهجن الشحانية صالح بن ناصر العيدة. شكرا لسعادة